طيب، سلام عليكم. النهارده طبعا هنتكلم مع بعض على ايه، يعني اول ابلكيشن استخدام الماثماتكس واستخدام اللوجيك في الايه، في ان انا اعمل كلاس دياجرام كويس. فالفكره ان في لانجوج هناخدها احنا طبعا كفكره بيسموها OCL، Object Constraint Language، ودي لغه معتمده اعتماد كامل على الفيرست اوردر لوجيك. يبقى احنا الحاجات السكيلز اللي فهمناها في الفيرست اوردر لوجيك محتاج اطبقها هنا. بهدف ايه؟ بهدف ان انا اكتب مجموعه من القوانين تحكم الكلاس دايجرام بتاعي. يعني مثلا عايز اعمل مكتبه، فزي ما كنا بنقول مثلا نظام مثلا استعاره وحاجات زي كده، فعايز اقول ان مفيش حد يستعير كتابين من نفس الايه، من نفس نسختين من نفس الكتاب. واحد مثلا يروح يستعير نسختين، متاح لي ان هو مثلا يستعير مثلا ماكسيموم مثلا 5 نسخ 6 نسخ، فدي عادي. انما عايز اقول ان الاوبجكت الاولاني والاوبجكت الثاني والاوبجكت الثالث اللي معاه دلوقتي ما يكونوش الكتاب بتاعهم زي بعض. طبعا الكلام دوت يعني صعب ان انا اعمله في الايه، في الكلاس ده. بالتالي الكلام ده وشبهه وحاجات كتير هيبقوا موجودين في الكلاس دايجرام كنقط، نقط اختلاف. يعني ممكن واحد يجي يعمل لايبرري يعملها غلط، مثلا ساعة الرانينج يلاقي في مشاكل بتحصل، أو مثلا لو حد مثلا بيحجز كتاب وهو معاه نسخة منه، غالبا السيستم دوت هيبقى مش إيه، مش مظبوط. طيب مين هيعرف يظبطه؟ غالبا البروجرامر هو اللي هيبقى شايف إن هو كلاس دايجرام دوت محتاج يتصلح ولا مش محتاج يتصلح. فأنا من الأول عايز ما أخليش البروجرامر يقعد يفكر معايا إيه الصح وإيه الغلط، عايز أقول له حاجة يعملها وخلاص. غالبا عايز اخلي البروجرامر ما يركزش غير في البرمجه بس. فعشان كده بنحاول نطبق الحاجات اللي فيها قوانين تطلع بدري او تطلع في الاول خالص. فانا هحط مجموعه من الايه زي الكونسترينت، يعني هكتب حاجات جوه كل كلاس. الحاجات دي الفايده بتاعتها انها تقول لي الاوبجكت دوت ما ينفعش يعمل كذا، او ما ينفعش يبقى فيه الفاليوز دي. فالكلام ده بيسموه كونسترينت. كونسترينت يعني شرط او ايه، او حاجات ما ينفعش ان الاوبجكت ايه يعملها. كونسترينت دي هتبقى ليها 3 ليفلز، يا اما بتتكلم على قيمه الاوبجكت ان جنرال بيسموها انفاريانت، او بري وبوست كونديشن. لما اجي انفذ فانكشن معينه اقول قبل الفانكشن دي ما تشتغل المفروض الوضع يبقى عامل ايه، وبعد الفانكشن ما تخلص ايه البوست كونديشن، السيتويشن شكله هيبقى عامل ازاي. فغالبا يعني ال3 حاجات دول يعني زي ما بيقولوا كده ان هم يحدوا اي نوع من انواع الغلط، او يخلوا الواحد ممكن يحط في الكلاس دايجرام عليه قيود بحيث ان البروجرامر ما ينفعش يطلع براها. يعني لازم البروجرامر يكتب برنامج صح، او لو يكتب برنامج غلط هيلاقي نفسه بايه، بيكونفليكت مع الايه، مع القوانين دي. كويس قوي. فده هيبقى صميم الشغل بتاعنا ان شاء الله في الايه، في المحاضره دي واللي بعدها. يعني هنبص مع بعض على الـ OCL بيتكتب ازاي، وطبعا هو عامل زي الـ First Order Logic بس ببعض الاختلافات البسيطة في syntax. والحاجة التانية طبعا اللي هي هنبص النهاردة مع بعض على tool اللي اسمها Use Tool، كنت انا بعت لكم اللينك بتاعها بحيث ان انا ابقى شايف تشتغل ازاي، وابقى شايف كمثال عملي لو انا عندي Class Diagram هحط عليه مجموعة شروط وابدا اجنريت مثلا كاني بعمل راننج للسيستم، وابدا اجنريت شويه اوبجكت. هشوف الاوبجكت دولت لو مش محققين هلاقي ان في ايرورز بتطلع، فيبقى ايه يوضح لي ان دوت مشكله، يوضح لي ليه هو مشكله. يعني كمان ممكن التول بقى حسب الكابابيلتيز بتاعت اليوز دي تقول لي ان الاوبجكت رقم 5 مثلا هو اللي عامل مشكله لان كذا وكذا وكذا، وتقول لي ليه هو عامل مشكله. فالحاجات دي طبعا من الحاجات اللي هي الايه الظريفه، ان احنا فرجتنا على التول هتخلينا ان احنا نقدر نفهم اكتر الفيرست اوردر لوجيك معناه ايه، وطبعا يبقى تطبيق عملي عندي على الحته بتاعت ان انا عندي كلاس دايجرام بحاول. هو اسمه يونيفايد موديلنج لانجويج، يعني زي ما بيقولوا كده يونيفايد، الناس كلها بترسم الحاجه بنفس الشكل وتفهمها. اوكي، طيب انا كمان عايز اخلي المينينج بتاعه، المينينج اللي هو بيسموها السيمانتيك، يعني السينتاكس يونيفايد، السيمانتيك كمان عايز اخليه يونيفايد.
فدي الفايدة بتاعت إن أنا أحط OCL فوق الـ A class diagram أو الـ class model أو الـ UML، فده اللي إحنا هنحاول إيه نغطيه النهاردة. وطبعا الـ OCL دوت يعتبر يعني جزء من الـ من الشركة بتاعت الـ UML اللي بتتحط فوقيه. syntax يعني اتطور شوية لحد ما بقى في عندنا OCL 2. في عندنا data types اللي هي أي حد بيستخدمها زي البوليان والإنتجر والريال والسترينج، دول طبعا اللي هم الجنرال داتا تايبس. أنا بقى البرنامج بتاعي مثلا لو في ستودنت، في مثلا كاستمر، في مثلا سيلر كونتراكتور، هيبقى في تايب جديد لكل نوع من الأنواع دي، فكأنه هيبقى في كمان التايبز القديمة دي بلس التايبز اللي هي ايه انت بتعمل لها اسمها يوزر ديفايند او كانها نوع كلاس يعني. فطبعا ده هيبقى الايه، هيبقى الفكره اللي عندنا كويس. طبعا هيبقى في عندنا زي ما هنشوف يعني لوجيك، واللوجيك هنا في اليوز كيس سوري في الاو سي ال بيتكتب مش بيبقى ليه رموز، يعني مثلا اور واند ونوت بيتكتبوا بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. الامبلايز اللي هي معناها سهل، بكتب A implies B، A تبقى شرط وB تبقى شرط تاني أو condition وcondition تاني، فبالتالي بتتكتب بالشكل ده. طبعا هنا بس في حتة اللي هي بتاعت equal و not equal. equal بتتكتب عادي زي ما احنا عارفين بس single equal. not equal بكتب علامة أكبر وعلامة أصغر أو علامة أصغر وراها علامة أكبر. طبعا الامبلايز زي ما احنا لسه فاكرين معناها ايه، امبلايز بي معناها يعني اف اي زين بي، اوكي اف اي زين بي اوكي تمام. طبعا بنفكركم تاني ان الحاجات دي كلها اللي قبل وبعد الحاجه لازم يكون نوعهم، لازم يكون نوعهم بوليان تمام. في برضو بعض الاكسبريشنز اللي هي ممكن تبقى general used يعني اللي هي بقارن ارقام نيوميريك مع بعض، طبعا الاكبر والاصغر والايكوال والبلس والماينس، الحاجات دي كلها ايه حاجات مفهومه او حاجات معروفه. طيب طريقه كتابه الكلام بقى هنا بيسموها object constraint language، يعني هي معتمده جامد على الاوبجكت. فلو مثلا عندي حاجه زي minimum maximum round، السنتكس بتاعها شكله غريب شويه، شكله كاني بندى على فانكشن بتاعت الكلاس اللي هو ايه مثلا، يعني ايه مثلا دوت رقم انتجر فعايز اقول له الماكسيمم بتوين ايه اند بي، فكاني بقول له ايه دوت ماكس بي، معناها ان انا بارامتر تاني بي هما الاثنين. فطبعا الشكل بس باعتماد ان هو اوبجكت يعني ما بيكتبش فانكشن اسمها ماكس وبين قوسين تاخد ايه وبي، لا بيعتبر ان انا عندي كلاس الانتجر واحده من الميثودز بتاعتها اسمها ماكس اوكي، فبايه فبيطبقها بهذا الشكل، او كنت اكتب بي ماك دوت ماكس اي، هم زي ايه زي بعض. طبعا راوند وفلور الحاجات دي كلها احنا فاهمينها معناها ايه، راوند بيقرب لاقرب رقم صحيح، يعني مثلا 5.6 لما تيجي تعملها راوند تبقى 6، تيجي تعملها فلور معناها ان انت بتحذف الكسر كله حتى لو بوينت تايم، فهتبقى 5.6 هتبقى ايه هتبقى 5. فطبعا الواحد يبقى فاهم يعني المعنى بتاع حاجات الماثماتكس يعني. طبعا احنا شفنا البوليان والنيوميريك والماثماتكس، فاضل يعني غالبا اكتر حاجه مشهوره بقى الاسترينج ان انا يبقى عندي ايه كلمه وكلمه تانية. فغالبا في عندنا تو لور وتو ابر، الاثنين دول اللي هو بيحول لكابتر وسمول. ايه دوت سايز معناها بيجيب لي حجم الايه او الايه ديت فيها حجم قد ايه. كونكاتينيت معناها ان هو بيوصل لي اثنين سترينجز ببعض، يعني مثلا هالو وورلد دي كلمه ودي كلمه، ايه بتساوي هالو وبي بتساوي وورلد، فطبعا ايه كونكاتينيت بي هتبقى هالو وورلد ايه مع بعضها. سب سترينج بيجيب لي حته من السترينج بس بيعد بدايه بواحد، يعني مش بيعد بزيرو
مد بواحد. فايه دوت سب سترينج واحد وثلاثه؟ معناها اول ثلاث حروف في الايه؟ في الايه؟ في الـ في السترينج اللي اسمه ايه؟ يعني برضه باي ذا واي، ودي هنشوفها في وسط الكلام. لو انا مثلا عندي حاجه زي السترينج مثلا في اسم الكورس مثلا بتاعنا سي اس اي 27 326، فدلوقتي مثلا لما اقول له الكلام ده وايه تكون بتساوي القيمه دي، وهنا تبقى سنجل كوتيشن مش دبل كوتيشن، هيعمل ايه؟ هيطبق لي اول ثلاث حروف، اول ثلاث حروف اللي هم سي اس اي سي اس اي. طبعا عايز بقى مثلا تخليها تو ابر او تو لور عشان يبقى كلهم زي بعض، فانت ممكن تعمل الكلام بهذا الايه؟ بهذا الشكل. ممكن طبعا يعني مثلا تقول له مثلا حاجه زي الكلام دوت دوت ايه تو ابر او تو لور، خليها تو لور. فطبعا هنا لو ايه فيها الكلام ده فاللي هيطلع سي اس اي سمول، هيطلع سي اس اي كلها ايه؟ كلها سمول ليترز. اوكي. الاوبريشن يعني مش بتغير الايه؟ لا، كل اللي بتعمله مثلا انها بت ايه؟ تطبع الكلام ده، او مثلا ترجع الفاليو اللي هي فيها كذا، فدي غالبا ده اللي بيحصل، مش بيطبق الكلام على ايه يعني. فدي معنى الاوبريشنز ريتيرن نيو سترينج، انها مش بتابديت الفاريبل اللي انا اديته بيه. يعني مثلا ايه دوت كونكاتينيت مش بيحطها في ايه، بس الفاليو اللي ريتيرند هنا هي ايه؟ هالو وورلد، او هي الكلمه كلها على ايه؟ على بعضها. كويس قوي. هنا بقى في جمله تانية، جمله ظريفه اللي هي بيسموها الكونديشنال اف. الاف اللي احنا عارفينها بقول له لو الكونديشن بتاعتك صح اعمل ده او اعمل ده، انما في الاو سي ال بيعمل كونديشن بطريقه شويه يعني شكلها غريب، هو كانه بيريتيرن فاليو، يا اما الفاليو الاولانيه يا اما الفاليو الثانيه. اوكي. حسب ايه؟ حسب الحاجه اللي هنا دي قيمتها ترو ولا فولس. فلو ترو هياخد القيمه الاولى، لو فولس هياخد القيمه الايه؟ القيمه الثانيه. فطبعا دي عامله بالظبط في السي بلس بلس زي الايه، او في الجافا زي ان انا اكتب كونديشن علامه استفهام وبعدين في واحد نقطتين في اتنين، فبياخد الفاليو الاولانيه الفاليو الثانيه اكوردنج للايه؟ للكونديشن بتاعتي ترو ياخد في واحد، فولس ياخد ايه؟ ياخد في اتنين. فنفس الكلام هنا، يعني مثلا ممكن انا اكتب مثلا فانكشن بتريترن حاجه مثلا اكس مثلا ايكوال اف مثلا اي حاجه مثلا لو ايه اكبر من بي، بس لازم اكتب زين واحد مثلا إلس اكتب اتنين اند اف، بكتبها كده طبعا. يبقى دي معناها انها اكس هتساوي واحد او اتنين حسب الايه؟ حسب الحاله دي. ممكن بقى في الحاله دي طبعا اكتب مثلا ايه حاجه was found او حاجه مثلا not found، فيترن واحد لو found او يترن اتنين لو not found. فيبقى غالبا ده شكل السنتكس ايه؟ السنتكس بتاعنا اللي هكتبه. السنتكس مش هيبقى برنامج طويل، هيبقى عباره عن حتت سيبريت، يعني ايه؟ كل انفاريانت قايمه بذاتها لوحدها كده، كل فانكشن ليها بري وبوست، التنفيذ بتاعهم هيبقى ايه؟ حسب الظروف. انت تقول له انا عايز اتشيك على الانفاريانت دلوقتي، فيبدا ان هو يحسبهم بالنسبه للاوبجكتس كلهم. اوكي. فالمنظر ده يعني هي مش بروجرامنج لانجوج زي ما هي، كانها بتيفالويت السيتويشن بتاعك في وقت معين، او بتقول لك الحاجات دي صح ولا غلط في وقت ايه؟ في وقت معين. فطبعا دي الفكره الاساسيه بتاعتنا. انا غالبا هيبقى في عندي كلاس دايجرام، كلاس دايجرام او كلاس موديل، وبعدين بحط عليه شروط عشان اشوفها قدامي بتشتغل ولا ما بتشتغلش. محتاج اوبجكت دايجرام، فانا محتاج كاني اسيموليت ان في اوبجكت دايجرام، يعني حصل ران وعملت كلاس واحد منها اوبجكت واحد واوبجكت اتنين واوبجكت ثلاثه، وكلاس اتنين عملت منها اوبجكت ثلاثه اوبجكت اربعه اوبجكت خمسه، وبدات اعملهم كونكشن مع بعضيهم او زي الاسوشيتد مع بعض يعني، وبعدين ابدا احكم على السيستم بتاعي شغال مظبوط ولا في ايه ولا في مشاكل. فطبعا ده اللي هيحصل ان شاء الله ايه معانا
هنتفرج على التول دلوقتي يعني. طيب هنا بقى في شوية اوبريشنز مختلفة. طبعا اي حاجة فيها يعني كذا اوبريشن غالبا بقى ليهم بريورتي او ليهم اولويات، فغالبا الحاجات اللي فوق دي اقوى من الحاجات اللي تحت، يعني كده البريورتي بتقل. فاول حاجة بيعملها الحاجات اللي جوه الاقواس الانر يعني، وبعدين الحتة اللي هي بيسموها الباس ريزولوشن او السكوب، وبعدين علامة اللي هي الدوت او كده علامة الارو، اوكي، وبعدين طبعا الايه الماينس اللي هي اليونري، وبعدين الضرب والقسمة، وبعدين البلس والماينس، وبعدين علامات المقارنة، فاينالي اخر حاجة ليها ليست بريورتي بقى اللي هي الايه الامبلايز، اوكي، او طبعا قبلها الايه الاور والاكس والسوري والاند والايه والاكس اور. طبعا النوت بتبقى عالية فوق، فمثلا لو انا بقول له نوت اكس اند واي امبلايز زد، طبعا هنا كده عندي كذا كذا حاجه بتحصل. ف الليلي بريورتي اعلى طبعا اللي هو النوت، فالنوت هتطبق على الاكس يبقى نوت اكس، اوكي، وبعدين اند وامبلايز، فبعد كده هيطبق الاند بتوين الاكس والايه بتوين سوري الواي والنوت اكس مع بعضه، يعني هيعمل بينهم اند، وبعدين يطبق طبعا امبلايز زد. اخر حاجه بقى طبعا هيطبق الامبلايز اللي هي الايه كان قيمه بكام. فطبعا دي الطريقه اللي هو بيشتغل بيها عشان وانا بكتب اكسبريشن ابقى عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. وممكن لو اي حد فيكم يعني يعني قلقان او عايز يغير الترتيب يحط اقواس، يحط اقواس معينه مكان ما هو عايز، بحيث الدنيا تبقى شغاله بطريقه ايه بطريقه مظبوطه. الامبلايز لازم يجي قبلها وبعدها حاجات بوليان، يعني ما ينفعش احط مثلا ايه امبلايز كذا لوحدها، او ان انا مثلا اقول خمسة مثلا امبلايز مثلا زد، لازم خمسة اصغر من كذا او اكس اصغر من خمسة امبلايز كذا، اوكي، فده يبقى الايه يبقى المعنى بتاعنا صحيح يعني. طبعا الجزء الثاني بقى اللي هي الداتا اللي انا بعرفها لما بيبقى عندي كلاسز تبدأ تخش معايا في الايه في الداتا بتاعتي. طبعا لو انا عندي مثلا اوبجكت اسمه ستودنت او اوبجكت من كلاس ستودنت اسمه مثلا S1، S1 ده مثلا ما اعرفش ان انا اجمعه، مثلا ما ينفعش اعمل معاه الاوبريشن مثلا بتاعت الجمع او ان اتعامل معاه كسترينج، بس ممكن اعمل ايه اكتب مثلا دوت نيم، لو نيم ده هو الاي دي سوري هو الاتريبيوت بتاعه يعني، وبعدين اكتب مثلا ايه دوت مثلا ايه اللي هي سب سترينج مثلا او ايه تو لور او تو ابر، فكده بيحول لي النيم بتاع اوبجكت 1. طبعا نفس المفهوم اللي احنا عارفينه اللي هي ان انا بمشي من الاول الشمال لليمين، هنا مثلا اوبجكت اسمه اس 1 وبعدين اختار دوت نيم، وبعدين طبعا اختار الايه اعمل ايه في النيم ده اللي هو بقى نوعه هيبقى سترينج. اوكي، عندنا شويه حاجات هنتفرج عليها دلوقتي، بس بعد ما اعرف ان الفاليوز بتاعتنا ممكن تبقى سنجل فاليو. خلينا بس نمسح الكلام ده. هو واضح ان هو هنا مش اعتبر ان الرسم ده حاجات قديمه، فاحنا معلش يعني ايه ممكن ان احنا ما نقلقش منه يعني. دلوقتي انا عندي الداتا بتاعتنا، لما مثلا الاقي مثلا حاجه زي student مثلا دوت نيم ديت ممكن تبقى سنجل فاليو لو انا بتكلم على طالب واحد، اوكي، او ممكن تبقى مجموعه من الفاليوز. فطبعا انواع الداتا كولكشنز اللي هي كانها مثلا زي عندنا في البرمجه الاريز، اوكي، هنا بقى عندنا باج، اوكي، اللي هو ممكن يكون فيه كذا فاليو حتى لو متكررين، فدي بيسموها باج. سيت سيت معناها فاليوز ما فيهاش تكرار. اوردر سيت يعني معناها سيت بس فيها ترتيب، يا اما الفابيتيكالي يا اما نيوميريكالي،
مترتبين ايه من الصغير للكبير او من الكبير للصغير. سيكونس، سيكونس معناها ان انا عندي زي ايه، زي اريز او زي اسماء مترتبه، يعني سوري مش سورتد بس ليها ترتيب معين. يعني مثلا عايز اقول what is the first letter of each month مثلا، فغالبا هلاقي ان انا عندي مثلا سيكونس وبحط له علامات الاكبر والاصغر دي، هبقى فاهم ان هو سيكونس. جانيوري طبعا جي، مثلا كوما فبراير اف مارش وهكذا. فده اسمه ايه؟ اسمه سيكونس. الاف والجي والام دول مش معناهم ان هم يعني موجودين باي ترتيب، لا، معناه الاليمنت الاولاني قيمته جي، والاليمنت الثاني قيمته اف، والاليمنت الثالث قيمته ام، كانها اري بالظبط، او هي السيكونس كانه بيزك ايه؟ بيزك اري. ممكن اوصل للاليمنت عن طريق الاندكس، وممكن اعرف مثلا ايه افصل السيكونس دوت مثلا نصين او اقسمه نصين زي ما هن ايه زي ما هنشوف. يبقى احنا فهمنا الداتا تايبز الاساسيه اللي عندنا. طيب التراكيب او اي اكسبريشن عندي ممكن يبقى سنجل فاليو، اللي هي تبقى سنجل فاليو عاديه، او يبقى ست يعني كذا كذا قيمه، او يبقى باج يعني كذا قيمه بما فيهم من الحاجات انها تتكرر، او سيكونس اوكي يعني مجموعه مترتبه من الايه من القيم، او اوردر ست يعني كانها ست بس فيها ايه فيها ترتيب. طيب تعالوا بقى نرجع تاني نتكلم شويه على فكره الكلاسز. عندي كلاس اسمها سيتي مدن، وكلاس اسمها كانتري، وفي بينهم طبعا واحده اسوسيشن اللي هي هاز از ذا كابيتال اوكي، يعني من الناحيه دي للناحيه دي طبعا من عند سيتي از ذا كابيتال اوف ذيس كانتري اوكي. فغالبا هتبقى 1 تو 1، وطبعا ناحيه الكابيتال هي السيتي اللي هو الرول بتاعها، يعني بقى مكتب الرول هنا كده ناحيه الايه ناحيه المنطقه دي لو انتم شايفين احنا بنشاور فين، واكتب هنا مثلا اللي هي الكانتري ناحيه الايه ناحيه الكانتري. فده الرول اللي بتلعبه الايه الاوبجكت في هذا النوع. طبعا يعني برضو باي ذا واي خليني اقول لكم ان انا عايز اتكلم على اوبجكتس معينه، فممكن اتكلم مثلا على مثلا كايرو انها مثلا عاصمه ايجيبت مثلا. ودي في بينهم خط اللي هو كانه اسوسيشن اوكي. فالدور اللي بتلعبه كايرو هنا هو الايه هو الكابيتال، والدور اللي بتلعبه ايجيبت اللي هي الايه اللي هي الكانتري يعني. فغالبا ده بيسموه اوبجكت دياجرام او اوبجكت موديل، ويبقى مفيد طبعا ان الواحد يفهم السيستم شغال ازاي او الدنيا شغاله ازاي. غالبا لما بنيجي نبرمج بشوف الاوبجكت دياجرام في الواقع او علاقات بين الناس، وانا ابدا اعمل منه كلاس دياجرام. احنا دلوقتي لما هنيجي نشتغل باليوز تول، انا بفكر ان انا اعمل يوز كلاس دياجرام، واحاول اتاكد ان انا الكلام اللي كاتبه ده هيبقى هو اللي هيحصل في الواقع، فبعمل اوبجكت دياجرام واشوفه امتى هيبقى فيه غلط، او امتى هيبقى فيه باد اكزامبلز او رونج اكزامبل اوكي. طبعا عايز اكمل تاني مثلا ممكن اكتب ايه اي حاجه مثلا زي مثلا لندن ومثلا وايه ويو كي او انجلند، تبقى دي البلد ودي العاصمه، خليها ايه يو كي، وفي بينهم برضو خط. الكلام ده كله طبعا لو انا ما عنديش غير اسوسيشن واحده بس اللي هي ايه از كابيتال. لو انا عندي بقى كمان هاز سيتيز، يعني دي انذر اسوسيشن وهي 1 تو ميني، فطبعا بحط 1 ناحيه الكانتري وستار ناحيه السيتي. فهي معناها ايه؟ ان الكانتري ممكن يكون فيها كذا سيتي بس من فوق واحده بس منهم هي الكابيتال، فغالبا دي الايه دي العلاقه الايه اللي بينهم يعني. فهنا طبعا ايجيبت كايرو ممكن مثلا أليكس طبعا أليكس دلوقتي محتاج بقى مثلا يبقى في عندي زي ما بيقولوا كده خطين، فممكن نحط يعني حاجة باللون تاني، الأسوسيشن تبقى باللون تاني مثلا لونها أزرق كده. طبعا الخط الأزرق اللي هو معناه إن هو دي سيتي جوه دي،
والخط الاحمر معناه ان دي الكابيتال بتاعت دي. اوكي، فطبعا هنا في زي ما بيقولوا معلومتين اضافيه، يعني في معلومه اضافيه اللي هي ايه، اللي هي ان الكابيتال از سيتي، انا كبروجرامر هفترضها، او انا كديفلوبر يعني كواحد بتاع ريكويرمنت هبقى متخيل ان البروجرامر فاهمها، لان دي حاجه طبيعيه. اوكي، البروجرامر بقى ممكن يعني ايه يعملها او ما يعملهاش، لان ممكن واحد يكون فهمه مثلا على قده، او واحد يكون مش شايف ان دي حاجه لازم تتكتب. اوكي، فبالتالي يعني مثلا انا ممكن اكتب مثلا في الداتا ان ايجيبت مثلا هاز اليكس از سيتي، ايجيبت هاز كايرو از ذا كابيتال مثلا. اوكي، بس لما اجي اساله مثلا ايه المدن بتاعت ايجيبت، ما يقوليش انها كايرو، فبالتالي مش هبقى ضامن مثلا ان الكابيتال داخله معايا جوه الايه، جوه السيتيز. اوكي، فالمشاكل اللي ممكن تظهر في حاجات زي كده، مين اللي يتغلب عليها؟ اللي يتغلب عليها الايه، الاو سي ال. الاو سي ال مثلا ممكن يعمل حاجه زي ان هو يقول ان دي لازم تكون محتواها جوه دي، او انها لازم تكون سب سيت من دي. اوكي، فبالتالي اي حاجه تعملها ما تخليش دي سب سيت من دي، هيديك عليها ايرور، او هيقول لك عليها ساعه الرننج ان انت كده عملت فيوليشن، السيتويشن دلوقتي شكله مش مظبوط، الاوبجكت دوت حالته مش صح، او حالته مش ايه، مش مظبوطه. فدي الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها او نتكلم عليها. طبعا في امثله زي كده كتير قوي، زي مثلا حاله الايه، ممكن بنتكلم على اللايبرري، بنتكلم مثلا على سيتويشن ان مفيش حد مثلا ممكن يبقى عنده اوردر ريكوست مثلا الديت بتاعه قبل مثلا وقت التسليم الدليفري، مثلا حد مثلا بيشتري حاجه يعمل لها اوردر مثلا في شهر يناير ويستلمها مثلا في شهر مارس، فافرض ان هو غلط مثلا في السيستم وكتب مارس مثلا 1990 بدل 2000 مثلا وايه و20، فطبعا السيستم ممكن يسمح بيها. بس انت لو كتب قانون ان السيستم يراعي الحاجات المنطقيه اللي هو الايه، التسليم يبقى بعد الاوردر، يبقى ساعتها هيقلل الايرورز اللي ممكن تحصل في الايه، في الداتا بتاعتك، مش هيخلي البروجرامر يعني زي ما بيقولوا كده يتصرف راندوم او يتصرف بعشوائيه، هيحده بقوانين لازم تتحط في السيستم، ولو ما اتحطتش هيبدا يطلع بعض الايه، بعض الورنينج او بعض الايرورز. طبعا الايرورز دي ممكن تطلع بطريقه يعني صراحه، او تطلع مثلا ايه كورنينج في السيستم بتاعنا، فغالبا دي من الحاجات اللي هي الايه اللي ممكن تخلي انا اطبق يعني تطبيق الكلام ده ازاي. ممكن بعد ما بكتب الكونسترينت بتاعتي الامبلمنتيشن بتاعي يبقى فيه شويه حاجات مثلا زي ايه، زي ران تايم ايرور يحصل لو السيستم مش ايه، ما راعاهاش او ما خدش باله منها، او هو ذات نفسه يحط مجموعه من القيود على الايه، على الفانكشنز وهي بتشتغل. فمثلا لما حد فيكم يحب مثلا ياخد مثلا ستاك ويسحب منها فاليو والستاك امتي، فغالبا الكلام ده هيعمل مشكله. فانا كنت يعني حاجه زي ايه، زي مثلا في سي بلس بلس بحط نوع من انواع الجمل اللي تعمل ران تايم ايرور لو الاوبجكت الداتا بتاعته مش ايه، مش جاهزه انها تشتغل. اوكي، فده نوع من انواع الكونسترينت او الانفاريانت اللي هو بيقول لي ان انا لازم اراعي الشرط ده. هو الشرط دوت غالبا ان هو ايه، اللي هو كانه بري كونديشن، يعني ما ينفعش ينفذ مثلا بوب من الستاك غير لما تكون على. طيب خلينا مثلا نشوف شويه امثله كده على الست والباج. الست اللي هي عباره عن ايه، زي ما احنا عارفين كذا قيمه بس ما فيهاش تكرار. الباج اللي هي كان ايه، الحاجات فيها تكرار. كل الحاجات فيها تكرار. طبعا لو انا رجعت هنا مثلا، لو انا عندي ثلاثة اوبجكت هم اسمهم مثلا A و B و C، وقلت لك عديهم الناحية التانية، يعني عديهم الناحية التانية، يعني هات لي السيتي بتاعت كل واحدة فيهم. طبعا يعني ايه السيتي، هات لي السيتيز بتاعت كل واحدة فيهم.
فأنت هتجمع إيه زي يعني ست وست تعمل لهم يونيون، يعني تعمل مع بعض يطلعوا إيه طيب يعني وات أوت ذا أذر واي، لما إكس تجيب الكانتري طبعا حسب نفسك امشي على الخط ده، ولا يعني انت عايز الدول بتاعتهم ولا الدول اللي هم عواصم فيها؟ فطبعا هنا هيبقى في سؤال محدد لازم تقول لي هترافيرس ازاي، او ازاي اعدي من الناحيه دي للناحيه دي. لو في تو كلاسز بينهم طريقين او كذا اسوسيشن اكتر من واحده، لازم تقول لي بالظبط انت هتروح هنا ايه ازاي، اللي هي ان انا ازاي امشي من ايه من هنا لهنا. فطبعا لو مشيت على الخط اللي فوق بتاع الكابيتال، فدي معناها ايه اللي عواصمها اكس، معناها ايه اتوقع ان هو ثلاث دول بس. في بعض الاحيان ممكن تكون الاكس والواي جايين من نفس البلد مثلا، او واقعين في نفس البلد زي مثلا كايرو اليكس مثلا، فهلاقي دي بقى بيسموها ايه، يسموها باج. يعني انا لو عملت ترافيرس من الناحيه دي للناحيه دي غالبا هبقى متاكد ان معايا ست، لو عملت ترافيرس من الناحيه دي احتمال انها تبقى انا بقى باج. فده طبعا ده يقول لك بقى ان انت ايه، لو عندك فاليو ماشي بيها من عند الكلاس دي للكلاس دي عايز تشوف صورتها هناك، عايز تشوف صورتها هناك. يعني معناها مثلا حد يقول لك هديك بلد وتقول لي ايه الدول ايه المدن اللي فيها، طبعا ده هيرجع ست مدينة وتقول لي هي موجودة في اي بلد، فهيرجع ايه، هيرجع سنجل فاليو، اديك مدينتين وتقول لي هما موجودين في اني ايه في اني دول، طبعا ده هيرجع باج لان البلد ممكن تتكرر. فبالتالي دي الحاجات هتعامل معاها. والفكره هنا ان انا كاني بتعامل في ليفل قبل ما اقيس الانتراكشن او السمبلست داتا تايبز اللي هم زي اللي بعده بيج سيكونس وست واوردر سيت. طبعا واضح ان انا هبدأ أحط حاجة زي function اسمها asset بتشيل ال replicated يعني ال repeated values بتشيل، فتفضل الايه ال values مثلا لو ايجيبت جت مرتين بتشيل واحدة منهم، تفضل عندي one each. تمام. طبعا هنا برضو اعتقد ان بعض البروجرامنج لانجوج بدل ما تقول له array وتقول له حاجه زي كده تقول له اعمل set اعمل باك حط فيها الفاليوز دي، اسحب فاليو من الست، اعمل اتريتور على الست، اعمل اتريتور على الباج. فالحاجات دي كلها يعني كان تعمل نفس الغرض اللي هو يعني ايه complicated. لو حد بيعمل حاجه ممكن يغلط نتيجه ان هو الالجوريثم كاتبه فيه اخطاء، انما احنا هنا بنحاول ان ايه نتكلم بالبيزك اللي هو ايه الست بتحتوي على الاليمنت ده، مش لازم انا اكتب ازاي انها تحتوي، مش لازم اكتب السيرش. اوكي، فدي الفكره اللي هي كاني عايز اقول انا هعمل سيرش بتاعي لو صح هيبقى فيه كذا. اوكي، فكاني ببدا من البيزكس، يعني بقول اعمل سيرش وزي ما بنعمل سيرش ده لينير سيرش ولا باينري سيرش ولا ايه بالظبط. فهنا بنتكلم في ليفل قبل ما ايه ما ابدا في الامبلمنتيشن. يعني كويس، يعني البيزك داتا تايبس اللي هي الاري سوري اللي هي الباج والست بتحتم ان انا اتعامل معاها باوبريشن بيزك. اوكي، فانا كديفلوبر انا لسه ما بقتش ديفلوبر، انا كاني مش هشغل نفسي بالديفلوبمنت بروبلمز لانها لسه ما حصلتش، انا لسه بتكلم على السيستم وفي مرحله الايه ريكويرمنتس.
مثلا هنا في بعض الأمثلة أهو، باج مثلا، سوك وسوك وشيرت وسويتر وسوك. طبعا هنا كلمة سوك مثلا كررت 3 مرات، سيك مثلا، أسماء ناس 5 مثلا في الترتيب بتاعهم، مثلا مين طلع التوب مثلا امبلوي في شهر فبراير بنظام معين، او يعني من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. دول بيسموهم كوليكشن، يعني الاربع حاجات دول بيسموهم كوليكشن، يعني مجموعه من الداتا مع ايه؟ مع بعضها. طيب عايز ابدا اتكلم معاكم على حاجات خاصه بالايه؟ بالست، اوكي؟ اوبريشنز خاصه بالحاجات اللي نوعها ست، اوكي؟ طبعا يعني انا متخيل ايه؟ او انتم متوقعين ايه؟ متوقعين الانترسكشن واليونيون وبيلونجز تو والدزنت بيلونج تو، بس هم دول اللي احنا هنعملهم. فطبعا هنا الفكره كلها ان انا عندي A وB وC، دول الثلاث حاجات اللي هستخدمهم تحت. A وC هما ست، ست اوف سترينج يعني، عشان برضو يبقى لازم يكون نفس النوع. C ست اوف سترينج و A ست اوف سترينج، وB عباره عن element واحد بس، فB element و A وC هما تو A تو sets. طبعا ممكن بقى الاقي ايه في وسط الكلام بتاعي، الاقي بقى بعض الشروط اللي الناس بتحطها، زي هل A بتساوي C، فبكتبها بالشكل ده. طبعا هنا ست وست، انما طبعا انا مش هقعد اكتب فور لوب واعمل اساوي كل اليمنت بكل اليمنت، لا انا بيزيكلي هقول له كده. في البرمجه بقى لما اجي اكتب برنامج، هو بقى اللي يبدا ايه يعمل بقى ازاي الفور دي، انما انا لو ده يبقى كذا مثلا، يعني ممكن احطها جوه اف ستيتمنت مثلا. فغالبا دي بتسهل الدنيا شويه، ان انا كاني بعمل حاجه بيسموها في ليفل، يعني اللي هو بيسموه ابستراكت. ابستراكت يعني من غير ما اخش للبرمجه او من غير ما اخش للتفاصيل بتاعه البروجرامنج، انا هعملها لينكد ليست. According to Merriam-Webster, 1. A summary of points usually presented. Sorry. فدلوقتي طبعا كنا بنتكلم على حته بتاعه اللي هي ان انا مش هخش في الديتيلز، وده بيسموها ابستراكشن. اوكي. عشان انا مستخدم ايه ما بتساويش سي، معناها ان الست دي والست ديت مش زي بعض بالظبط، في واحد فيهم في حاجه مش موجوده في الايه، مش موجوده في التاني. طيب عايز اجيب حجم ايه، يعني فيها كام اليمنت، فبكتب ايه وبعدين بكتب الارو ده اللي هو ماينس اكبر، وكده اكتب سايز كفانكشن، فدي معناها في كام اليمنت في ايه. count b، فدي معناها ايه؟ معناها اقول element في كام element، طبعا دي كانها ايه، كانها فلتر مثلا، او بيعد لي في كام element هنا بيساوي القيمه دي. اوكي. وغالبا ممكن اتخيل مثلا ان انا هقارن الكلام ده مثلا بصفر او مش بصفر، فمعناها if b is found in a or not. اوكي. فالكلام ده لو بصفر بي not found، لو بايه، لو بقيمه اكبر من الصفر معناها ان هو found على الاقل ايه مره واحده. طيب عايز بقى اشوف معاكم حته مهمه اللي هي، خلينا بس عشان كله بقى لونه ازرق دلوقتي، نعمل هايلايتر. A excludes B. طبعا A excludes B معناها ايه؟ اول حاجه هي بوليان. يعني ايه بوليان؟ يعني صح او غلط. هل A لا تحتوي على B؟ يعني دي معناها B doesn't belong to A. true or false، لو B element بره هتبقى ايه؟ هتبقى صح. لو B كفاليو موجوده جوه السيت اسمها ايه، هقول لك انها ايه، هقول لك انها غلط. اوكي. فطبعا يعني بالشكل دوت ابقى فاهم ان ايه اللي هيحصل هنا بالظبط. دي اهم حاجه بعرفها، انها معناها بوليان. بوليان يعني ايه؟
يعني بتريترن ترو اور فولس. طيب يوز بي طبعا دي كانها هتبقى صح لو بي هي element من ايه، وهتبقى غلط لو هي ايه لو هي مش element منها. ايه اس امتي معناها انها ما فيهاش ايه ما فيهاش elements. اوكي عكسها طبعا اللي هي ايه not element not empty sorry not not empty. طيب what else includes all و excludes all. فرق بين includes all و او includes all و includes. طبعا الفرق بينهم اللي هي ايه هنا البارامتر بتاعي عبارة عن set. اوكي وهنا البارامتر A X C معناها ايه ولا واحدة في C جوه ايه جوه ايه كل الاليمنت بتوع C مش موجودين جوه ايه جوه السيت اللي اسمها ايه قول معناها ان C السبسيت من ايه من ايه. طبعا includes all و excludes all كأنها عاملة زي الفيرست اوردر لوجيك اللي هي بتقول لك ان ايه كل element موجود هنا هو موجود هنا او مفيش element من اللي هنا موجود هنا. فطبعا ده ايه دي الفكرة اللي احنا هنستخدمها. فانا هستخدم الكلام ده يعني واحد بس بسرعة بدل ما ايه ما اقعد افكر اكتبها كبروجرامنج ازاي. فلما اجي اتاكد ان الفانكشن بتاعتي هتشتغل صح وهتشتغل صح بناء انك انت عملت الايه الاكسكلوز والانكلودز اول صح. فلما تيجي تعمل لهم امبلمنتيشن عملتهم صح هتبقى الفانكشن بتشتغل مظبوط. اوكي يبقى احنا الفكره بتاعتنا ان انا ايه بدل ما بحط ايفورت كبير قوي وانا بقول الريكويرمنت بتاعتي هحط ايفورت قليل لان انا الحاجات اللي هي البيزكس دي مش هبرمجها او مش هقعد افكر بتتبرمج ازاي هرحلها later on لايه لبعدين. كويس قوي. طبعا بقى في حاجه اللي هي زي صم صم اللي هي ماثماتكس اجمع اوكي بس حاجه الاليمنتس اللي موجودين جوه ايه اوكي فايه بقى هنا لازم تكون بتعرف تجمع يعني في حالتنا دي ما ينفعش تشتغل لان ايه string ايه set of string فمش هتقدر تشتغل. انما لو كانت ايه set of integer ايه كانت set of مثلا float numbers or real numbers كنت تعرف تجمعها. وطبعا دي هيبقى معناها ايه مجموع الست اللي اسمها ايه تجمع الاليمنتس على ايه على بعضها. ودي طبعا كصيغه هنستخدمها كتير قوي في الايه واحنا شغالين. طبعا في بقى شويه حاجات خاصه بالسيكونس ودي حاجات ظريفه خصوصا الايه فيرست ولاست اول اليمنت واخر اليمنت ودي ما بتاخدش بارامتر. لما بقول له لاست خلاص انا عارف اخر واحد في الايه في الليست اخر واحد من الاخر او اول واحد من الاخر. اوكي الفيرست اللي هو اول اليمنت. اوكي اد دي عامله زي الاري بالظبط لما تقول له مثلا سيكونس اسمه اكس وبعدين تقول له على مثلا اد خلينا فاكرين اول حاجه ف اكس ارو اد هي كانها اكس فيرست هما الاثنين زي بعض بالظبط معناها اول اليمنت موجود عندك في الايه في بتاع في السيكونس بتاعك. سيكونس يعني الري مترتب او قيم مترتبه ورا بعضها. كويس طبعا في يونيون وفي ماينس اللي هي ديفرنس. اوكي طبعا ماينس اللي هي معناها ايه اللي موجود في السيت الاولانيه مش موجود في السيت الثانيه. السيت يعني بيحول الحاجه من ايه من مثلا من باج او من سيكونس بيخليها انها تبقى سيت وخلاص يعني جاست بس انها قيم ما فيهاش ريبيتيشن. طبعا لو في عندي سيكونس فيه ريبيتيشن وقلت له از سيت هيحوله لايه لسيت يعني هيشيل الريبيتيشن ويتعامل معاه بعد كده على ان هو تايب نوعه ايه نوعه سيت. انكلودنج كانها بيعمل يونيون انكلودنج بتعمل يونيون اللي هو ايه اللي هو ده. ايه الفرق بينهم؟ يونيون تو سيتس انكلودنج سيت واليمنت. اوكي فمثلا لو عندي سيت اسمها ايه زي اللي فاتت دي دوت انكلودنج بي
سوري ارو، يعني دايما الاوبجكت اللي هي فيها كذا element بحط لها الارو. اوكي، فيبقى كده المنظر بتاعنا معناه ايه؟ معناه ايه وبي، او ايه والاليمنت بي معاه، او ايه وهي بتحتوي على بي كمان. الحته دي بت ايه، ما بتغيرش قيمه ايه، ما بتغيرش قيمه ايه، بس بتعمل ايه، بتقول لك ان مثلا لو الايه فيها 1 2 و3 وبي فيها 4، يبقى دي كلها على بعضها 1 2 3 4، كانها بتريتيرن النيو سيت اللي فيها الايه والاليمنت بي كمان. كويس قوي. طبعا symmetric difference اللي هو ايه، اللي هو كاني بجيب a minus b و b minus a، ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا، وموجود هنا ومش موجود هنا، بدل الماينس لوحدها. الماينس اللي هي معناها ايه اللي موجود في الاولاني مش موجود في التاني، انما symmetric difference معناها ايه الاليمنت اللي ما اتكررتش، اللي هي كانها يعني بشيل التقاطع من اليونيون، فدي الاليمنت اللي ما اتكررتش هنا ولا ايه ولا هنا، يعني موجوده مره واحده بس في واحده من الاثنين. طبعا هنا بقى في شوية أمثلة أهو. مثلا هنا دي كده كأنك ممكن تكتب أنت الكلام ده في الكلاس بتاعتك كونتكست، تبدأ تكتب أنا هكتب الكلام ده في كلاس مثلا معينة، مثلا اسمها كلاس مثلا إكس، فأقوم كاتب هنا بدل ماي تايب أكتب إكس. ديفاين إيه، عبارة عن set of integer، يعني هيبقى فيها إيه شوية sets مع بعض. اوكي، فهنا زي ما هنشوف عباره عن سيت كبيره، وبعدين فيها ثلاثه values اللي هما سيت الاولانيه والثانيه والسيت الثالثه. اوكي، طبعا هنا في شويه operations ممكن تحصل على اللي هي set of sets، اللي هي زي الايه، زي الاوبريشن اللي اسمها flatten. flatten معناها ايه، افرضهم كلهم يبقوا في نفس الليفل، بدل ما هما sets حطهم كلهم مع بعض ايه كايه كست واحده. فطبعا هنا كانه بيفرض الاليمنت كلها مع بعضها بيبقوا في نفس الليفل، فكلهم بيبقوا ايه، بيبقوا طبعا بالمنظر ده، كانه بيشيل الايه، بيشيل التكرار. طبعا 2 و3 و1 و4 و5 و6 ممكن في احيان اخرى لو انا بنفذ نفس الكلام باي تول بتسبورت الاو سي ال هيكتبهم لي مثلا 1 و2 و3 و4 و5 و6، او يكتبهم لي باي ترتيب، بس الترتيب مش مهم لان الترتيب ما يفرقش في الايه، في السيت بتاعي. كويس، هيبقى في شوية حاجات بقى هنبدأ نتكلم عليها، خصوصا زي ان انا عايز مثلا ادور على value موجودة او مش موجودة exist، اعمل filter للvalues بتاعتي، دي زي زر exist، كأني بعمل first order logic بالظبط. زر exist حاجة من غير ما اكتب مثلا x او y، ومن جوه هبقى فاهم انا واقف بتكلم على ايه بالظبط. زي ما هنشوف. طبعا اني عامله زي فور اول. تمام. طبعا تمام. سيلكت بتفلتر، يعني مثلا انت عندك ايه، سوري خلينا مثلا نكتب اللي هي كنا في ايه، كنا في مثلا سيتي ولا كانت، خلينا في سيتي مثلا دوت select، يبقى معناها ايه، اختار السيتيز اللي بيحققوا كذا كذا كذا، اكتبه هنا بقى، اكتب هنا شرط، يبقى كانه فلتر بياخد لي بعض السيتيز بس. اوكي، او ريجكت هي كانها عكس select، اللي ما ياخدش السيتيز اللي محققها الشكل ده. اوكي، فهنا مثلا ممكن اقول له حاجه زي ايه، ان النيم مثلا دوت سب سترينج مثلا 1 و3 او 1 و1 بيساوي حرف سي، فايه المضمن اللي بتبدا بحرف سي، فيبقى ده الشرط بتاعي. فساعتها طبعا يبدا مثلا يختار لي الايه، مثلا كايرو مثلا، واي حاجه اقولها سي يختارها معاه، وبقيه المدن يسيبها بره لان هي ايه مش محققه الشرط ده. اوكي، فطبعا يعني اعتقد ان الدنيا كده واضحه ظريفه. لو في حد عنده اسئله لحد دلوقتي يتكلم معانا. احنا دلوقتي الفكره كلها ان انا بمشي في ليفل قبل ما هكتب الكود، فمش هعبر عن حاجه بالكود واقعد اعمل بقى فور لوب ومش عارف همشي من هنا واعمل كذا وبعدين اجمع الحاجات دي واضربها في نفسها وبعدين اعمل ريفرس ومش عارف ايه
عندي زي حاجات جاهزة مباشرة، خصوصا لو انا ما عنديش arrays، لو ما عنديش حاجات complicated او compound، هيبقى في عندي operations basic اللي هم دول اللي احنا شرحناهم، هي last و asset و union و including. الحاجات دي هتبقى كافية انها تعبر لي عن اي حاجة من غير ما انا ابذل مجهود في ايه، في ان انا افكر هتتبرمج ازاي. ليه؟ عشان انا لسه عايز اتاكد من اللي انا بعمله ده، الشروط اللي بعملها دلوقتي، او بحط قيود او حدود للايه، للديفلوبر اللي هيشتغل، فما احطلوش حدود واقعد ابرمج بداله. ايه؟ لا، انا بحط حدود بلغه جنرال اكتر، او بلغه مور ابستراكت، وبعدين هو يبدا ايه لما يبرمج بقى يشوف الكلام ده فعلا متحقق ولا مش ايه، ولا مش متحقق. حلو، طب هنبدأ بقى نتكلم مع بعض على شوية أمثلة. قبل ما نتكلم على أمثلة، أعتقد إن إحنا it would be better إن أنا أشوف معاكم حاجة اللي هي التول وهي بتشتغل. طبعا انا بس هغير الشيرنج. هغير الشيرنج دلوقتي، هحطه على اليوز تول. اعتقد ان احنا شايفين دلوقتي الايه اليوز تول. طبعا دلوقتي هي لسه ما حملناش فيها اي برنامج، واليوز تول دي ليها جي او اي وليها كوماند يعني ويندو، ممكن اكتب فيها كوماندز تتنفذ على الايه، على الجي او اي اللي هي دلوقتي يعني فاضيه. هي طبعا فيها عشان نشوفها بتشتغل، هفتح حاجة كنا كتبناها قبل كده. طبعا فيها حاجات ريسنت، اللي هو كان في مثال كنت أنا كتبته، أعتقد أنا حطيته لكم برضو يعني. هفتح حاجة من الفولدر بتاع الكورس بتاعنا. في شوية أمثلة عندنا، هتكلم معاكم على مثال اللي هو بتاع اللايبرري، المكتبة. لما أنا فتحت المثال طلع الحاجات اللي هي اللي مكتوبة جواه. بيزيكلي في عندنا الكلاسز، كلاس دايجرام. التول دي مش فايدتها إنها تعمل كلاس دايجرام، الفايدة بتاعتها إنها تعرضهولي عليه عشان احط عليه قيود، وبعدين احط اوبجكت دياجرام، وبعدين اشوف القيود دي شغاله مظبوط ولا مش شغاله مظبوط. طيب في اسوسيشن بتوين الكلاسز دي، في انفاريانس بتحط لي شويه قيود، وفي بري وبوست لو انا بعمل فانكشنز معينه. فانا دلوقتي بس هتكلم معاكم على كلاس دياجرام، اتفرج عليه. فيو كلاس دياجرام. طبعا يعني خلينا بس نكبر شويه الداتا دي، الكلاسز والاسوسيشن انا كاتبهم، فهو يعرف يرسم كلاس دايجرام دلوقتي. طبعا رسم كلاس دايجرام ثلاثه كلاسز، كل واحد فيه داتا وفيه ميثودز انا كاتبهم له جوه. اوكي، وبعدين طبعا كل واحد اسوسيتد مع التانيين ازاي. وزي ما احنا لو حبينا نشوف، هلاقي ان انا في عندي يعني زي اللي هو اسم الاسوسيشن اللي هو في الوسط. اوكي، وفي طبعا الرول نيم اللي هو طالب، والكتاب طالب بيستعير كتاب، بس فعليا مش بيستعير الكتاب، بيستعير نسخه من الكتاب. ففي عندي حاجه اسمها كوبي، يبقى الكتاب ليه كذا كوبي،
والطالب بيتعامل مباشره مع الكوبي، دي الحاجه اللي بيعمل لها بورو او بيعمل لها ريتيرن. اوكي، والطالب ممكن يحجز الكتاب لو هو مش موجود ايه اي كوبي افيلابل منه، هو بيحجز الكتاب ككونسبت، وبعدين لما الكوبي تبقى جاهزه يعرف ان هو ايه ياخدها يستعيرها، مش بيحجز نسخه معينه. فعشان كده ريزيرف او ريزيرفز بتيجي من الطالب للايه للكتاب. فدول ثلاثه كلاسز، بينهم طبعا ثلاثه بينهم ثلاثه اسوسيشن. فبالشكل دوت اقدر ان انا اقول ايه كل واحده علاقتها يعني مع التانيين ازاي بالظبط. اوكي طيب، ثانية واحدة. يا جماعة طيب معلش نكمل. فكنا بنتكلم هنا طبعا على الايه، على الفكرة الايه اللي هي الكلاسز دي. طيب خلينا بقى نجرب مع بعض. انا دلوقتي عايز اعمل معاكو كرييت اوبجكت، يبقى انا كأني هجنريت اوبجكت، يعني مثلا كأن البرنامج اشتغل وبدأت ان انا احط طلبة واحط لهم مثلا ايه كتب واقول مين معاه كوبي من الكتاب دوت وحاجات زي كده. فطبعا هنا I'm going to generate a number of مثلا ايه ثلاث كتب وثلاث طلبة وثلاثة كابز. فبس ممكن اقول ان انا عندي كتاب وهسمي الكتاب ايه، هسميه مثلا K1، ده الكتاب الاولاني. وممكن اعمل نسخة تانية كده، انا كأني عملت new book سميته مثلا ايه الاوبجكت نفسه اسمه K1 او اسمه ايه K2 او اسمه مثلا K3. فدول ثلاث كتب عايز اعمل كوبيز. فطبعا ممكن اسميهم مثلا C1 و C2 و C3 C4 و C5. خلينا نعمل ست نسخ. عايز اعمل طلبة ممكن اعمل مثلا S1 و S2. يبقى انا كده عملت ثلاث ايه ثلاث انواع من الاوبجكتس. اوكي طبعا هنا بقى يهمني ان انا اشوف معاكم الاوبجكتس دي. فممكن نعمل فيو اللي هو اسمه اوبجكت. طبعا يعني الدنيا هنا كويسه، بس هو كانه حطهم باي ديفولت كلهم زي بعض. تعالوا بس احنا ننسقهم، نخلي مثلا الكتب على الشمال اهم، والكابز مثلا في الوسط. خليهم مرتبين احسن عشان محدش يتلخبط. طيب احنا ما عملناش C5، فممكن يعني عشان برضو ما نتلخبطش create object نعمل copy اسمها C5. كويس. طبعا فاضل بقى خطوة اللي هي كأن أنا أقول له مين مع مين أو مين جاي مع مين. فهنا لو احنا شايفين ممكن ألاقي إن أنا عندي كل كتاب فيه مجموعة من الإيه من الأتريبيوت تايتل وستيتس. أوكي والبرايس مثلا بتاع الكتاب. الحاجات دي كلها ممكن طبعا إيه نحاول نستخدمها دلوقتي. يعني لو أنا حبيت أغيرها ممكن ان انا رايت كليك واعمل حاجه اسمها سيت فاليوز،
edit parameters مثلا نخلي الكتاب مثلا الأولين دوت مثلا سعره مثلا 1000 والكتاب التاني مثلا سعره أي حاجة مثلا وليكن مثلا 800 والكتاب التالت سعره مثلا 700 واضح إن إحنا غلطنا هنا ده خليه 1000 الكتاب التاني هو اللي بقاله تمام اوكي يبقى احنا كده عملنا الاوبجكتس اوكي عايز اقول بقى مثلا ان الكتاب ده يعني ريليتد مثلا مع الايه مع الكوبيز دي او الكوبيز دي بتاعت الكتاب ده فطبعا بعمل يعني سيلكشن ليهم هما الاثنين وبقول له انسرت فدي كده بقى كأنها بقت نسخة من ده عايز نفس الكلام احط ده برضو نسخة منه خلينا نكمل بقى طبعا هنا هحاول اعمل حاجه شكلها غريب شويه بس بعد كده يعني المفروض انها تظهر كايرور اللي هي مثلا ان انا اقول ان النسخه دي بتاعت الكتابين دول طبعا دي حاجه مش ايه مش منطقيه اوكي انا بس حاسبها كده وهشوف معاكم انها هنكتشفها في الاخطاء يعني او هنكتشفها واحنا بن ايه بنشوف الدنيا كلها طبعا الايرور دوت سهل ان انا اعمله في الكلاس دايجرام ان انا اقول 1 تو 1 سوري 1 تو ميني 1 من ناحيه الكتاب وميني من ناحيه الكوبيز فكل كوبي تكون ريليتد مع ايه مع حاجه واحده بس فده سهل اكتشفه انما ايه اللي صعب اكتشفه مثلا الطالب ده خلينا بس ان احنا نسميه حاجه نسميه مثلا أي حاجة مثلا زي جون هنا طبعا عشان هي سنجل هي لازم احط لها بالسنجل كوتيشنز يعني فدي اتس اوكي هنا مثلا ده مثلا نسميها سارة مثلا برضو هنكتب سنجل كوتيشن ونقفل سنجل كوتيشن مش دبل كوتيشن كويس قوي كده يبقى احنا عندنا جون وساره وعندنا هنا الكوبيز دي احنا ما قلناش اساميها ايه مش مشكله وكتب اسمائها وممكن بقى نقول مثلا ان جون معاه كتاب كوبي واحد وكوبي ثلاثه فمثلا هعمل سيلكت هنا وسيلكت هنا واقول له انسرت هنا كده كويس أوي مثلا عايز أقول بقى إن اس 2 طبعا معاها دي طبعا which is wrong يعني ما ينفعش يبقى النسخة عند 2 ودي سهل التعامل معاها بس إيه اللي مش سهل التعامل معاه؟ اللي مش سهل التعامل معاه اللي هو إيه؟ اللي هو جون إن هو يقول إن أنا ما ينفعش يبقى عندي نسختين من نفس الكتاب فدي من الحاجات اللي هي محتاجة شوية invariance يعني فطبعا ده كده الأوبجكت دايجرام وانا كاني بحط اكزامبل ممكن يكون في حاجات غلط ويكون في حاجات صح فانا هيهمني بقى دلوقتي ان انا ابدا اعمل حاجه زي ما هنشوف دلوقتي اللي هي ان هي اشوف الانفيرينس بتاعتي اللي هو ده الرمز اللي فيه اللي هو عامل زي الكهرباء ده طبعا يعني حبذا ان تكونوا شايفين او ممكن من الفونت نغير السيتنج من السيتنج نغير الفونت سوري
هنا مثلا كاتب لي ايه، لو ناخد بالنا student دول كلهم عبارة عن invariants. اول invariant زي ما هشوف كمان شوية معاكم بتقول لي ايه، copies borrow less than copies borrowed less than 5، يعني كل واحد يكون معاه اقل من 5 نسخ. طبعا جون وسارة هما الاتنين كل واحد معاه كتابين، فبالنسبة لهم دي ما فيهاش مشاكل. طيب no copies of the same book، يعني ايه محدش يكون معاه كتابين من نسختين من نفس الكتاب. فطبعا سارة يعني ما غلطتش في حاجة، انما جون هو اللي معاه ايه نسختين من نفس الايه من نفس الكتاب. الانفاريانت دي هتبقى first order logic وهتفرج عليها معاكم دلوقتي تشوفها عملت ازاي، وهنشوفها غلط عند مين. يعني غلط عند مين دي من الحاجات المهمة عشان بيجيب لك negative example عشان تاخد بالك ان هو ايه ما تكررش. طيب student no copied of reserved book، يعني ما يبقاش حد حاجز الكتاب ومعاه نسخة منه. اوكي، فطبعا كده هما ما فيش حد يوم حاجز كتب. اوكي، بس ممكن ان انا اعمل حاجة اخلي مثلا سارة تحجز الكتاب ده، فكده سارة حاجزة الكتاب ده وهي معاها نسخة، فغالبا دي حاجة غير منطقية. فلو جيت اعمل running مرة تانية هلاقي ايه ان دلوقتي الانفاريانت بتاعتي بقت ايه، بقت غلط لانها فولس، يعني كأن حالتها مش ايه مش متحققة، فبالتالي كأنه بيعمل لي يعني compilation error او نوع من انواع ان هو ما ينفعش الرننج يحصل بالشكل ده، او الاوبجكت دلوقتي لو خد الفاليوز دي مش هرضى اكمل معاك لان انت عملت violation للقوانين اللي احنا حطيناها من الاول. كويس قوي. طبعا عايز اشوف الجد غلط ازاي، ممكن ادبل كليك عليها وهنا هلاقي زي نوع كده من انواع اللي هو ازاي عمل الكلام ده كاثبات، يعني او طبق ازاي في الخطوات دي. فطبعا هنا بيبدا من حاله ست S1 وS2 اللي هما الطالب الاولاني والطالب الثاني، S1 اللي هو جون وS2 اللي هي ساره، وبعدين بيطبق في كل واحد فيهم الشرط اللي مكتوب جوه ويشوفوا عند مين صح وعند مين غلط. فطبعا هنا لو انا هبص معاكم شويه يعني ممكن ان انا اشوف ان في حاله الطالب الاولاني اسمه S1 بيدور لي على الايه، خلي بالكم على باج بتاعت الكتب بتاعته. وطبعا هنا هو اهو هو عنده كتابين من نفس الايه من نفس ال كتابين من نفس الكتاب اللي اسمه K1، اوكي، او اللي هو الاوبجكت اسمه K1. فطبعا هنا هو الويندو لوحدها، فطبعا هنا اعتقد انكم شايفين الويندو دي، شايفين الويندو اللي فيها K1 وK1، فدي معناها ان هي ايه، ان هو الطالب دوت دي الكتب اللي عنده، هو عنده كتب من الباك دي اللي هو K1 وK1. طيب هعمل بقى اللوجيك بتاعي، هلاقي ان هو مش بيريزرف حاجة، فبالتالي ده ما عندوش ايه ما عندوش مشاكل، لان انا المشكلة هنا ان هو يكون بيريزرف حاجة، هو يكون عنده ايه، يكون عنده كتاب منها ايه، فهنا طبعا ده ما فيهوش مشكلة. المشكلة هتبقى عند ايه، عند سارة. سارة عندها K1 وK3 اللي هو الكتاب الاولاني والكتاب التالت. سارة عندها الكتاب الاولاني نسخة منه اهو اللي هي C3، والكتاب التالت اللي هو K3 اللي هي C6، فبالتالي سارة ديت هيبقى عندها مشكلة لأنها بتريزيرف كتاب من اللي هي عندها نسخة منه، طبعا دي هيبقى فيها مشكلة، وهو بقى ساعتها ممكن يديني هنا الايرور يقول لي إنه جاي من عند سارة نتيجة كذا كذا كذا، فبالتالي بفهم أنا بالإيه بالخطوات دي اللي حصل بالظبط. طيب هنا كده كأن أنا يعني ابقى ملاحظ او ابقى فاهم ايه اللي هيحصل بالظبط في الداتا بتاعتي نتيجه ان انا استخدمت التول ايه التول دي، وبالتالي لما اجي اعمل ران واغلط غلطه زي كده هلاقي نفسي ان انا بقف عند الايه، عند الحته اللي انا واقف عندها دلوقتي اللي هي كان في مشكله من هنا وهنا. كويس قوي. طيب دلوقتي يا جماعه احنا فهمنا ان انا عملت كلاس دايجرام، عملت اوبجكت دايجرام، وحطيت شوية قوانين وحطيت شوية رولز وبشوف مين فيهم شغال ومين فيهم ما ينفعش ان هو ايه يبقى شغال.
فبالتالي يعني الدنيا بقت ايه، بقت واضحة شوية دلوقتي ان انا ايه الهدف بتاعي، احط قوانين عشان الاوبجكت دايجرام بتاعي ميبقاش فيه الاخطاء دي. اوكي، طيب عشان افهم انا دلوقتي الدنيا شغالة صح ازاي، انا كأني بجرب بعمل اوبجكت دايجرام واشوفه امتى صح وامتى غلط، او امتى مطبق الحاجات دي وامتى مش مطبقهم، فبالتالي هتبقى الدنيا بالنسبة لي ايه واضحة، او الدنيا بالنسبة لي كلير. طيب عايز اتكلم معاكم شوية على حتة اللي هي دلوقتي انا عايز هنا OCL ده كده كأنه evaluate OCL expression، يعني كأنه كده زي ما بيقولوا كده OCL SQL مثلا للايه للتيبل ده، ده كأنه تيبل وده الاس كيو ال بتاعته، فانا بنفذ حاجات اكسبريشن هو يقول لي هي بكام. فخليني معاكم نشوف مثلا شويه حاجات اللي هي ازاي بترافيرس مثلا من حاجه لحاجه. اوكي، طبعا عايز مثلا اجيب الكتب اللي ساره حجزاها. اوكي، فطبعا اسمها S2 دوت بوك، بكتب اسم الكلاس اللي هناك، اسم الكلاس دي. فطبعا هنا هيقول لي ايه، هقول له ايفالويت. طبعا هنا كان المفروض اكتب اسم الكلاس اعتقد بي كابيتال. طيب واحنا هنا خلينا بس نشوف مثلا ايه book.allInstance، يعني معناها هات لي الكتب كلها اللي موجوده عندك. اوكي، فطبعا دي بتشتغل اللي هي book.allInstance، بكتب اسم كلاس وبعدين بكتب all instance، يعني هات لي كل الاوبجكت اللي من نوع ايه، اللي من نوع ده. فكده طبعا كأنه بيجيب لي الايه الفاليوز دي كلها اللي هم 3 كتب K1 وK2 وK3. طيب افرض ان انا عايز اجيب السعر بتاعهم، بكتب دوت برايس، برايس هجيب لي ارقام، يعني كده كده كأنه هجيب لي ست واحده فيها الفاليوز اللي هي او باج فيها 80 800 و1700. وطبعا ده كده الايه اللي جابه. طبعا هنا بيكتب الحاجه وبيكتب النوع بتاعها ايه، باج فيها 700 800 و1000، وطبعا هي عبارة عن ايه، عن باج اوف انتجر، ده التايب بتاعها، عايز اجمعهم مع بعض. طبعا دوت ايه دوت سم كده هيجمعهم مع بعض في سنجل فاليو. سم دي فانكشن، فبالتالي لازم احط كيرلي براكتس، لازم احط راوند براكتس كده، ولازم احط هنا علامه ارو ارو. اوكي كده جمعهم طبعا طلعهم 2500. فدي الطريقه اللي انا كاني بعدي فيها من ايه، من واحد لواحد تاني. ان انا مثلا اقول له بوك دوت اول انستنس، دي تبقى الستارتنج بوينت بتاعتي، وبعد كده ابدا اقول له ايه، اقول له طبعا الايه البرايس، طيب بيجيب لي الفيلد اللي اسمه برايس هنا، الفاليوز دي الثلاثه مع بعض بيعمل بيهم ايه، بيعمل بيهم سام، يبقى كانه بيجمعهم على بعض. فده الشكل اللي بيمشي بيه الايه الاوبجكت دايجرام بتاعي في استخدام الايه، باستخدام اليوز تول. يعني في حته اللي هي بتاعت النافيجيشن كنا عايزين نتكلم عليها شوية، لو أنا مثلا عايز أقول له دوت كوبي،
طبعا كوبي ما بتحطش وراها اقواس، يعني انا غلطان كده. جاب الكوبيز كلهم، ونلاحظ ان هو جاب الكوبيز اللي اسمها سي 4 مرتين، لانها كانها كوبي من ده وكوبي من دوت في نفس الايه، في نفس الوقت. طيب لو انا عايز الكوبي دي اللي هي متكررة مرتين، اللي هي دي اللي هي 4، اشيلها مثلا من ايه، اشيلها من ده. فطبعا ممكن اختارها واقول له ديليت، او اختارهم هما الاثنين واقول له ريموف الايه، ديليت. كده تمام، فكده كأن انا شلتها. فلو نفذتها مره تانية ايفالويت، هلاقي ان سي 4 بقت موجوده مره ايه، مره واحده بس، هو لسه حاسس انها باج، او الجنر بتاعها ممكن ان هو يبقى ايه، يبقى باج. فطبعا دي يعني زي ما بنقول كده الفكره الاساسيه اللي احنا هنحاول ان احنا نعملها. انا هيبقى عندي كلاس دايجرام، وبعد كده هحاول ان انا احط مجموعه من الكونسترينت. الكونسترينت دي زي ما احنا شايفين هنا اللي هي اسمها invariants، كل واحد فيهم لو عملت عليه كليك هلاقي ان هو ليه معنى مثلا بالانجليزي او بالعربي. مثلا هنا اول واحد context student، يعني هو جوه class student، واسمه ايه، copies borrowed less than 5. لازم كل واحد يعني يستعير كتب اقل من خمس ايه، من خمس كتب. هنا الشرط بقى او السنتكس بتاعها ايه، copy size less than 5. يعني ايه، يعني كل طالب لو وقفت عند الطالب ده هو معاه كم copy، معاه 2 less than 5 اوكي، اللي بعديه معاه 2 less than 5 يبقى اوكي، يبقى هما الاثنين صح، يبقى كل الاوبجكتس بتاعتي صح، تبقى الانفاريانت دي ايه صح. طيب الانفاريانت اللي وراها نوك، خلينا ناخد الانفيرينت التالتة الأول. No copy of reserved book، يعني محدش يكون معاه كتاب حجزه وفي نفس الوقت يكون مستعير كتب منه. فدي بيجيبها ازاي؟ student يبقى بتأكد من الكوبي بتاعتي exclude، يعني أنا واقف عند طالب بجيب الكوبيز بتوعه وبقول ان هما بيكسكلود الحاجات اللي بيعملها ريزيرف. فايه، فانا يعني هقف عند طالب مثلا زي جون، هشوف مين الكتب بتوعه الاولاني والتالت، دي الكابس بتوعه اوكي. طيب ايه الكتب بتوعهم اوكي، اللي هو كي واحد وكي واحد. طيب هو بيريزيرف حاجه؟ لا، يعني كان بيريزيرف نال. طب نال ما تكونش موجوده جوه كتاب كي واحد وكي واحد، فدي ما فيهاش مشاكل اوكي صح. طيب نيجي عند ساره، سارة فين الكتب بتاعتها؟ الكتب بتاعتها اللي هم الكابس بتوعهم سي 3 وسي 6، اللي هم مين؟ اللي هم كي 1 وكي 3. طيب هي بتحجز كتاب ايه؟ هي بتحجز كتاب كي 3. كي 3 موجود جوه الست اللي فيها 1 و3، فبالتالي دي المشكله. فدي اللي مخليها سارة دايما انها تعمل ايه؟ تعمل مشكله في حته الانفاريانس دي. تعالوا نشوفها تاني، بنيجي هنا طبعا هنا انا بتاكد من الانفاريانت الثالثه، فاعتقد ان احنا لو احنا شايفين كده يعني هنشوف ان ايه، ان هنا بتاكد من اتنين، الاولاني بايه، بترو، التاني بفولس. فهي ساره اللي فيها المشكله اللي هي الطالب التاني اوكي. وليه بقى التفاصيل بتاعت المشكله دي؟ اهي الكتب اللي معاها كي 1 وكي 3، وبعدين الكتب اللي هي عامل لها ريزيرف ايه، كي 3. وبعدين لما تيجي تعمل التيست بقى تلاقي كي 3 جزء من دول. انا كنت بقول له ان هي ايه، اكسكلودز اول، يعني ما بتكونش جواهم، يعني الكتب اللي حاجزها والكتب اللي هو معاه يكونوا يعني disjointed، او ما يكونش في بينهم انترسكشن. فهنا حصل العكس، فبالتالي ده الايه، ده الايرور اللي حصل. طبعا لو كان المشكله كانت موجوده في الراجل الاولاني دوت اللي هو جون، كان ساعتها مرضاش يعمل لساره، لان هو كانه بيعمل يعني. خلينا مثلا اتاكد معاكم من دي، هنا لو ابص على الايفالويشن هلاقي ان هو عمل الايفالويشن دوت عند الطالب الاولاني لقاه فولس مش بتحقق،
فقال لك بالتالي في مشكلة فما رضاش يكمل. فهو لما يبقى عندنا حاجة بعملها بالنسبة لكل الطلبة S1 وS2 ولاقيه عند S1 غلط ما كملش بقى، لأن هو محتاج إيه تبقى صح عند الناس كلها، فمع أول غلطة مش هرضى إن أنا إيه مش هرضى إن أنا أكمل. فبالتالي دي الإيه ده المنظر اللي هو اللي موجود عندي. طبعا زي ما هو واضح كده هلاقي ان هو عنده اسمه ايه الطالب ده عنده اربع كتب، اوكي عنده يعني سوري عنده نسختين من نفس الكتاب. فالحته اللي كان بيعملها هنا ان هو كانه بيعمل حاجه اربع مرات، اوكي اللي هي ايه بيشوف مره الكتاب الاولاني مع نفسه. طبعا الكتاب الاولاني مع نفسه مش عامل مشاكل، ليه؟ لان سي واحد وسي وسي اتنين زي بعض، فساعتها مش هيرضى يعمل ايه مشاكل. طيب الكتاب التاني مع الكتاب الاولاني دي المشكله، اوكي الكتاب الاولاني التاني مع نفسه مش هيعمل مشكله، فبالتالي ابدا ابقى شايف المشكله بتاعتي جت من فين بايه من فين بالظبط. طيب انا عايز ابص معاكم على السنتكس بتاع الانفاريانتس اللي هي بقى no copies of the same book. طبعا دي بقى شكلها عاملة زي الايه first order logic بالظبط، copy for all يعني ايه الكتاب ده او الكوبيز بتاعت الطالب هقف عند طالب طالب، context student معناها ايه ان انا هقف مرة عند جون ومرة عند سارة وبعدين اعمل ايه هجيب النسخ بتاعته كلها وبعدين ايه هعمل for all سي اتنين وسي واحد او كي اتنين وكي واحد، يعني كأنهم ايه هحط مثلا زي اتنين فور لوب كده، مرة الكتاب الاولاني ومرة الكتاب التاني ومرة الكتاب الاولاني ومرة الكتاب التاني واعمل الكومباينيشن بينهم يطلع اربع مرات واكتب العلاقة دي سي واحد ما بتساويش سي اتنين امبلايز الكتاب بتاع سي واحد ما بيساويش الكتاب بتاع سي اتنين. يعني ايه؟ يعني لو سي واحد غير سي اتنين يبقى الكتاب بتاع سي واحد غير الكتاب بتاع سي اتنين. فالكلام ده لو في حاجة بتعمل له فيوليشن هقف هتبقى فولس. أول مرة هما الاتنين كأنهم بيشاوروا عند ده، فالحتة اللي على الشمال خالص سي واحد ما بتساويش سي اتنين دي هتبقى فولس، فبالتالي هيعملها سكيب ويروح للجملة اللي وراها. هنا هيحاول إن هو يعمل الكلام ده مرة بقى سي واحد هنا ومرة بقى سي اتنين هنا. سي واحد وسي اتنين ما بيساووش بعض لأن واحد عند النسخة اللي فوق واحد عند النسخة اللي تحت، بس ايه الكتاب بتاعهم بيساوي بعضي. فالحتة الاولانية يعني true والحتة التانية false، فيبقى عندي دلوقتي مشكلة لان ايه الامبلايز ما ينفعش الجملة اللي قبلها تبقى صح والجملة اللي وراها تبقى غلط، اوكي فده بيعمل violation. فدوت خلى كأنه عمل report اللي فيه مشكلة عند الطالب اللي اسمه جون ان هو واخد نسختين من نفس الايه واخد نسختين من نفس الكتاب. فالحتة دي من الحتة اللي هي المهمة اللي هي كأنها بتقول لك يعني كده انت ازاي تقدر تعبر عن حتة اللي هي اليونيكنس او ان مفيش حاجة بتتكرر او مثلا مفيش طالبين ليهم نفس الاي دي او مفيش واحد اشترى تو ايتمز من نفس النوع في نفس مثلا اللي اسمها ايه نفس مثلا الانفويس، يعني محدش راح السوبر ماركت واشترى مثلا حاجتين من نفس النوع لازم يتجمعوا مع بعض مثلا يقولوا مثلا خمسة من النوع ده. فغالبا دي حاجة مشكلة بتكرر كتير قوي ودايما البروجرامينج بالكلاس دياجرام لوحده ما يعرفش اكتشفها، بس ممكن بالايه باليوز كيسز بتاعتي ان انا سوري باليوز تول بتاعتي اعرف ان انا اكتشفها بطريقة ايه بطريقة مظبوطة يعني. طيب في ايه تاني؟ في تاني ان انا ممكن احط بري وبوست كونديشن. مثلا عايز اقول ايه اللي يحصل ساعه البورو بالظبط، امتى البورو يبقى غلط، اوكي اول بورو ما رضاش المفروض ما يكملش، او امتى بعد ما تخلص البورو ايه اللي هيحصل. ففورمالي ممكن اكتب الكلام ده، فده كده يخلي لك ايه ان الفانكشنز بتاعتك ساعه التنفيذ الميثودز بقى اللي موجوده في الكلاس دي او في الكلاس دي او في الكلاس دي تشتغل بطريقه صح، عشان لو ما اشتغلتش بطريقه صح هتعمل ايه تعمل ايرور وتقول لك زي مثلا حد يحاول يسحب فاليو من ستاك فاضيه ايه فيقول لك ايرور يعمل بقى ساعتها ايه ران تايم ايرور ما رضاش يشتغل. فممكن نعمل حاجات بهذا المثل لو ان احنا كتبنا اللوجيك الايه المناسب ليه.
فخليه مثلا معاكم هنا add copy، عايز ان انا borrow book. بص على السينتاكس بتاعها، سوري add copy. add copy يعني ايه؟ يعني في كتاب عايزين نزود له نسخه، يعني كتاب جه واشترينا مثلا 100 نسخه وعايزين نزودهم للكتاب ده. اوكي، فهنعمل ايه؟ اول حاجه لازم اقول انا في اني كلاس، فانا بقاد لكوبي لبوك معين، يعني كاني مثلا دلوقتي بايدي هجيب كوبي جديده احطها هنا واوصلها مثلا مع كي واحد، فتبقى كانها نسخه جديده اضافت لايه؟ للكتاب اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه كي واحد. طيب مكتوب ايه؟ طبعا السطرين دول بس بيوضحوا لي ايه اللي هيحصل بالظبط. ده البري كونديشنز بتاعها. هنا كونتكست بوك طبعا من كلاس بوك، واسم الميثود اسمها اد كوبي. وطبعا هنا ايه؟ هنا في حته اللي هي البارامتر اللي اسمه سي من نوع كوبي. يبقى انا هاد كوبي لازم اقول له اني كوبي اللي عايز اعمل لها اد للكتاب. طبعا انا في اني كتاب؟ انا في اوبجكت معين من الكتاب ده، فانا لما اقول له اد كوبي فهو هيضيف سي للايه؟ للكوبيز اللي موجوده عندي. طيب هنا البري كونديشن، ايه البري كونديشن؟ ان الكوبي، الكوبي بتوع الكتاب اللي هم مقصود بيهم مثلا في حالتنا دلوقتي اهي، واحد واثنين وثلاثة، دول الكوبيز بتوع الكتاب اللي اسمه كي واحد. الكوبيز دول excludes C، يعني ما يكونش ضمنهم C. الحاجة اللي انت عايز تضيفها دلوقتي ما تكونش موجودة already، فانت ينفع كده تضيفها. اوكي، فاللي حاصل ان انا اللي حصل دلوقتي طبعا ان انا هضيف نسخه جديده واحطها معايا بحيث انها تبقى موجوده معايا كايه؟ كاربع نسخ عندي. طيب دي اللي هي ايه؟ اد كوبي. اد كوبي البوست كونديشنز بتاعتها بقى اللي هي اللي وراها على طول، اد كوبي بوست. دي البوست كونديشن اللي هي بعد الفانكشن ما تخلص المفروض انها تعمل ايه؟ تكون الكوبي اللي اسمها سي دي اتضافت. اوكي، فهنعمل انها هتعمل لي حاجة دلوقتي اسمها self.copy includes ايه؟ includes c. فطبعا دي الايه؟ دي الفكرة الأساسية اللي هي طبعا هن ايه؟ أضيف منها نسخة في الايه؟ في الحاجات اللي موجودة عندي، فبالشكل دوت هبقى متأكد إن النسخة بتاعتي ايه؟ اتضافت. كويس، أنا بس عايز أتكلم معاكم على حتة اللي هي يعني في بعض الأحيان ممكن اكتب البوست كونديشن بطريقه تانية. اوكي، اللي هو غالبا بيسموه بريزيرف. يعني ايه بريزيرف؟ يعني دلوقتي الشرط ده حد فيكم كده ممكن يقول لي هو معناه ايه؟ معناه ان الكتاب اللي اسمه كي واحد يكون بيشتمل او بيحتوي على سي، سي واحده من الايه؟ من الكابس بتوعه. بس ممكن يكون في حد، يعني حد شرير مثلا او حد مش طيب، يلغي النسخ القديمة بتاعته، أو يحط C مكان C1، أو يحط C مكان C2، فبالتالي عمل إيه؟ عمل لخبطة اللي كان موجود قبل كده. فهل أحسن إن أنا أقول له في الشرط هنا أنا هضيف على اللي كان موجود قبل كده الفاليو الجديدة اللي هي C، ولا أقول له تكون الفاليوز الجديدة يكون فيها C؟ فطبعاً واحدة فيهم بيسموها إنها يعني إيه؟ more conservative. بور كونسرفاتيف يعني ايه؟ يعني كانها بتحافظ اكتر على الحل. بقول له ان الاري الجديده بتساوي الاري القديمه بالاضافه الى سي. اوكي، او الليست الجديده بتساوي الليست القديمه بالاضافه الى ايه؟ الى سي. فدي بتبقى اوقع او بتبقى اقوى من ان انا اقول له مجرد تكون الاول لا تشتمل على كذا وفي الاخر بقت بتشتمل على كذا. اوكي، فطبعا دي الفكره اللي هي الايه؟ الاساسية، اللي هي ان انا اقول له طبعا انها ايه؟ انها تكون يعني زي مثلا بعمل sort الاري، فالاري بعد ما اعمل لها sort تكون القيم اللي فيها نفسها قيم اللي كانت موجودة فيها قبل كده. فطبعا الحتة دي ممكن اتعامل مع الاري as a set، اقول ان الاري as a set pre بتساوي الاري as a set post. وطبعا هنا يعني ممكن ان انا بكل بساطة اريفير للفاليو واكتب عليها add pre، يعني مثلا x و x add pre. ايه الفرق اللي بينهم؟ add اللي هي بتاعت الايميل دي، pre اختصار pre condition. فدي معناها x فيما قبل و x فيما بعد، يعني x قبل ما اعمل function و x بعد ما اعمل function.
كان الفاليو العاديه اللي هي البوست، والفاليو اللي مكتوب عليها في الاخر اد بري معناها اللي هي الفاليو اللي موجوده في الاول. فطبعا الكلام ده يعني اعتقد ان هو هيبقى كلام ظريف. طبعا انا هكتفي يعني بهذا القدر. احنا طبعا اتكلمنا شويه، لسه هنكمل المحاضره دي المره اللي جايه. اتكلمنا معاكم على حته اللي هي الاو سي ال بيتكتب ازاي، ايه الفايده بتاعته، بحاول ايونيفاي الايه السيمانتيك بتاع الكلاس موديل عشان ما حدش يستخدمه بطريقه غلط. يعني مثلا زي ما انا كنت عامل من شويه شويه غلطات غريبه، ان انا واخد نسخه من نفس الكتاب اللي انا مستعيره او اللي انا عامله ريزيرف، او ان في مثلا واحد واخد نسختين من نفس الكتاب، فالحاجات دي كلها تبان ان عليها مشكله او محدش يبرمجها، لان ايه هيحصل راننج عليها او هيحصل مشكله عليها، فبالتالي بتسبتر ان انا اديتكت الكلام ده بدري قبل البرمجه ما تحصل. وانا بديتكت الكلام ده، الكلام اللي هكتبه جوه ما يبقاش فيه برمجه، والا هبقى كاني عمال زي ما بيقولوا امسك ودني منين، ولا الكلام اللي هو الايه الفاضي ده في حلقه مفرغه. انا عايز ابرمج عشان ما اخليش المبرمج يغلط، فلازم ابرمج بطريقه ما تكونش فيها غلط. لا، انا بكتب بلانجوج اسهل اسمها ابستراكت، بكتب بحاجات فيري ابستراكت زي باج وست وسيكونس، ولما بقول له مثلا اد سيرش مش بقعد اعمل باينري سيرش، ولا بقعد اعمل فور لوب، ولا بقعد اتعب نفسي. انا جاست بس بستخدم ايه سيمبل اكسبريشن زي انكلودز وانكلودنج والحاجات اللي هي ايه زي ما احنا شفناها النهارده كده يعني. فان شاء الله المره الجايه هنبص مع بعض باكزامبل مطول شويه عن طلبه وريجستريشن كورسز وشويه بقى شروط. مثلا تقول ان انت ما ينفعش تاخد كذا كورس من كمبيوتر ساينس غير مثلا اقل من ليميت معين او اقصى من ليميت معين، وحاجات بهذا الايه هذا المنطلق يعني. وما فيش مثلا حد يعرف يعمل هوم وورك غير ما يكون ريجسترد في الكورس بتاعه عشان نتجنب الاخطاء اللي ممكن تحصل ساعه الايه ساعه الران تايم. فيعني لحد دلوقتي لو في حد عنده اسئله ممكن ان هو يقولها لنا. الحاجه اللي انا محتاجها منكم ان انتوا يعني اكسبتر لو تعرفوا تعملوا داونلود لليوز تول، لانها من الحاجات الظريفه اللي ممكن تخلينا نفهم شويه الدنيا شكلها شغاله ازاي، وغالبا هيبقى عليها assignment. فإتس بيتر ان احنا يعني ايه نجيت acquainted with it very quickly، لانها من التولز اللي هي الظريفة اللي تخلي الواحد يفهم من الدنيا هتبقى يعني شغالة ازاي في class diagram وفي object diagram يعني. ده عبارة عن فايل انا كتبته text file، وغالبا انا بعته لكم على LMS او هبعته لكم، وانت ممكن even تسجل object diagram مثلا هنا من الفايل save script اللي هو بيبقى ليه extension so oil. فطبعا هنا ممكن نعمل save script، وممكن كمان ان انا يكون في عن زي دول كده، ممكن يكون في عندي script تانية ابدا ان انا ايه افتحها اتفرج عليها. فيعني زي ما كنا عملت running وعايز اشوف الايه الانفايرمنت في الرن الاولاني او الانفايرمنت في الرن التاني، لان مثلا في كيس معينه ممكن تكون الانفيريانت بتميس ماتش معاك، فابدا طبعا اظبط الدنيا بهذا الايه بهذا الشكل. طبعا هنا يعني في سكيلز مهمه اللي هي ان انا نكتب انفيريانت بالانجليزي او بالعربي وانت تحاول تترجمها للاو سي ال، او ان انت او سي ال معينه الانفيريانت بيها تقول معناها ايه، او تقول على الاوبجكت دايجرام ده الانفيريانت دي متحققه او مش متحققه عن طريق انك تفهم معناها ايه الايه الانفيريانت. بس فاعتقد ان هي دي الحاجات اللي انا محتاجها مبدئيا يعني. في بقى انالوجي او زي تماثل بين الفيرست اوردر لوجيك والاو سي ال، فغالبا يعني ربنا يسهل نحاول نفهم حته التماثل دي، لان انا لو فاهم الحاجه بالاو سي ال اعرف اترجمها مباشره لايه الفيرست اوردر لوجيك يبقى فاهمها كويس. فدي طبعا من الحاجات اللي هي الايه الظريفه يعني. المعنى والتاكيد عليه يعني ايه كونتكست، ويعني ايه فور اول انستانس او اول انستانس، دي غالبا المره الجايه ان شاء الله هنحاول نخلص المحاضره دي هنتكلم بالتفاصيل التفاصيل دي. طبعا بالنسبه لل
احنا كده نعتبر خلصنا. لو في حد عنده أسئلة يتفضل، لو مفيش حد عنده أسئلة أنا عايز بس أفكركم بإن هيبقى فيها اللي هو الأسايمنت الأولاني، هعلنه لكم المرة اللي جاية، وهيبقى فيه وقت كافي إن أنتوا تعملوه، غالبا هتسلموه بعد أجازة العيد، والكويس غالبا هيبقى الأسبوع اللي جاي، وغالبا هيبقى في التوتوريال، في وقت التوتوريال أعتقد، مش عارف إذا كان هيبقى أونلاين ولا في المحاضرة في الكلية، فإحنا هنشوف طبعا، وهيبقى كويس ساعتها في وقت من التوتوريال، يعني مش هياخد التوتوريال كله، بس غالبا محتاج نص ساعة بس ولا حاجة، حاجة سريعة يعني على الفيرست اوردر لوجيك، وهتبقى حاجة سهلة يعني إن شاء الله ربنا يسهل وإيه وتعرفوا تحلوه. فلو حد عنده أسئلة يتفضل، محدش عنده أسئلة سجل أنا الكلام ده بقى.